يا بيبل ويا اما والله بناكلكم. لا شو تاكلون؟ لا يا شباب على كيفك ابو ضايات. حيوا بليلة عمي، حيوا بليلة. اعطينا وحدة من عندك ساويكم شغلة مرتبة. يلا يا ابناء شعبنا الابي، مو خطبة، عراضة. اي عراضة. نحن بنهجم لا قدام، نحن بنهجم لا قدام، ولا تراجع للاستسلام، لا تراجع للاستسلام، نحن بنهجم لا قدام، نحن بنهجم لا قدام، ولا تراجع للاستسلام، لا تراجع للاستسلام. ونح 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 نح 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 ونح فهمني شو عم بيصير؟ طول بالك، والله انت ضايش يا ابو جانتي. لك يا عمي ضايش على الفاضي انا، لك ما في غيرنا بالملعب انا وياك والشباب، لك طلع هيك حواليك حفره نفره، ما في حدا. هلا بيجوا، هلا بيجوا، ما تقول الا اجوا كلهم. لك امتى بدهم يجوا؟ لك شو ما في لعيبه غيرك؟ مالهم قرايبين، مالهم اهل؟ لك وين لعيبه؟ وين مدرب؟ وين مدير الفريق؟ وين قرايبينهم؟ وين اهلهم؟ وين مشجعين؟ طول بالك، يعني نحن بيني وبينك اجينا قبل بساعه، قلنا هيك انا بحمي شوي وبهيس مع الشباب. ليش المباراه من الساعه 5؟ لا الساعه 6. وليش بتقبل بوقت؟ لك مشان حمي شوي وجهز حالي وظبط اموري وبنهيس مع الشباب شوي. قلت لك عفوا استاذ سعيد، انا نسيت خبرك انه نحن يعني ما عندنا لا شغله ولا مشغله غيرك، عرفت كيف؟ في افه هيك بندلنا لنا كل يوم من السما فيها مصاري، عرفت كيف؟ لك كنا طلعنا 500 ورقه، 500 ورقه كنا طلعنا هلا بهالساعتين. الله يسامحك، اصلا انت عم تعاتبني باهم يوم بحياتي. هذا اليوم هو بده يكون كل مستقبل الكروي. عن إذنك لحظة يا ابناء شعبنا الأبي. مستقبل الكروي في شي غلط، ما عم بفهم.